الجمعية. ليه عطلتم الجمعية؟ دي جمعية ولا ذكية؟ دي جمعية ولا ذكية؟ دي جمعية ولا ذكية؟ دي جمعية ولا ذكية؟ دول شلة حرامية. دول شلة حرامية. دول شلة حرامية. دول شلة حرامية. دول شلة عصباجية. دول شلة عصباجية. حسبنا الله ونعم الوكيل. باسم والدتي بوالدتي حسنيه اسماعيل محمود، واخد بال حضرتك؟ وصال تاني بتاع خالتي صباح. صباح ده حسنيه، الحاجه حسنيه اسماعيل محمود. وده حضرتك وده حضرتك اصال تاني برضك باسم الحاجه صباح اسماعيل محمود. دي اصالات كنا واخدينها من الجمعيه. ودي اصال برضك باسم احمد فاروق صادق برضك، دافعين 25,000 جنيه احمد فاروق صادق والهام عباده. ده دي بتاعت انا. ماشي، ما هي هو. طب ما المطالب بتاعتكم بالظبط؟ المطالب بتاعتنا دلوقتي اللي احنا عايزين الفلوس بتاعتنا، ان كده دلوقتي مفيش حج. مفيش حج. والسفير دلوقتي بيقول لك انا عايز جهه رسميه تخاطبني وانا اطلع لكم الفلوس في الحال. جهه رسميه ايه؟ اللي هي المحامي العام او النائب وزاره الماليه. الوزير. طب الوزير النائب العام ايه؟ النائب العام احنا لما طلعناه دلوقتي رجعنا النائب العام اللي هو بتاع الجيزه. المحامي العام دلوقتي رجعنا للنائب العام اللي هو بتاع الجيزه. قال لك انا عايز لسه احنا رايحين دلوقتي للجيزه. اللي هي بناء علينا انا اعرف اطلع الفلوس اللي عندي. عشان اعرف اطلع، لان ده مدان السعودي اللي معايا، ده مدان. واطلع لكم الفلوس دلوقتي في الحال. بس لو جهه رسميه تخاطبني، لان انت عشان تخاطبوني مش هينفع. ما قال لك الاثباتات؟ قال لك ما ينفعش. عايز جهه رسميه تخاطبه. مش لاقيين حد، مش لاقيين حد يخاطبه. ما احنا اللي مسؤول على الجمعيه دلوقتي مسلم نفسه بالاسم ومحبوس. هو عايز انهي جهه بقى دي اللي ممكن تخاطبه؟ احنا عايزين حد جهه رسميه تخاطبه. احنا مش عارفين نخاطبه ومش عارفين نوصل لجهه رسميه تخاطبه. بيشقطونا، بيلعبوا بينا بمعنى العربي. فالحل ايه؟